أبدأ باسم الله وعلى بركة الله. السؤال الأول وهو ثاني أكثر الأسئلة تكراراً في مجموع الأسئلة التي بلغت أكثر من 10,000 سؤال وصل، وهذا السؤال طويل العمر يقول: لماذا الرقم واحد؟ لماذا الإصرار دائماً على الرقم واحد مع أن هذا الأمر يستحيل أن يتحقق؟ وكان هذا السؤال من المواطن راشد الشامسي. يا أخوان، نحن الآن مو في جلسة محاضرة، ولكن نجاوب على بعض الأسئلة من الأخوان، لأن أنا سألوني إذا كنت أريد أجاوب على الأخوان، وهذا شيء يشرفني ويسعدني، فلازم نهدأ ونرتاح شوية عشان ناخذ راحتنا على الأسئلة. السؤال عن الرقم واحد، لماذا الإصرار دائما على الرقم واحد؟ وهذا يعني مثل ما تقول طويل العمر، الإصرار الدائم على الرقم واحد أمر يصعب أو يستحيل أن يتحقق دائما. أنا ما أدري ليش الواحد، اسمحوا لي، أنا عندي مشكلة حتى في المدرسة، في الصف ما أقدر أقعد حوالي 45 دقيقة، فلازم نوصل. أخواني وأخواتي، أول شيء يقول مستحيل أن يتكرر. بالطبع أنا أريدكم كلكم، نحن نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد، لأن رقم واحد واللي بعد واحد ما حد يعرفه، يكون الأخير، يكون في النص، هو دائماً رقم واحد الأفضل الكل الناس. فالإنسان يقول إذا حط في باله أن في يوم من الأيام ما يقدر يوصل رقم واحد، خلاص حكم على نفسه بالفشل، لازم يكون الأول في كل شيء. هذا مش أنا، كان زايد طيب الله ترى، وكان راشد دائما يسعون للمركز الأول، وخليفة الآن يسعى إلى المركز الأول. ليش أنا ما نكون المركز الأول؟ مثل أبو ظبي تسعى للمركز الأول وتوصل للمركز الأول، بتكون مدينة ثقافية، وكذلك بتكون الأول في الطاقة والطاقة البديلة، فالكل يسعى، ليس أنا أريد الجميع منكم أن يكون يسعى إلى المركز الأول، لأن لا بديل. الواحد إذا شك في نفسه، هذه التحديات دائما عندنا، وكلها تحديات، وكلمة مستحيل أصلاً علي أنا مش في قاموسنا في دولة الإمارات. فإن شاء الله أن الكل، وأنا أتمنى وأتشرف أن أقولكم اطلبوا المركز الأول. أنا وشعبي نحب المركز الأول. لأن أنا بسألكم الآن، وأنت يا مصبح راشد، منو ثاني واحد صعد على جبال الأفرست في الهملايا؟ ما حد يعرفه. منو ثاني واحد نزل على القمر؟ ما حد يعرفه. فخلونا نتمسك بالأول.